اليوم بدي اعلمكم طريقه لو اجى زيت زي ما انتم شايفين على الملابس كيف نشيله بطريقه سريعه جدا. هاي بدي احط الزيت امام اعينكم، لاحظوا هاي زيت امام اعينكم. طبعا الحل بسيط جدا، بتجيب طحين بكون عندك وبتحط الطحين على مكان الزيت بالطريقه هاي زي ما انتم شايفين، بنحط الطحين وبنجيب ورقه فاين اول ورقه وبنجيب كمان ورقة ثانية. والشغلة المهمة لازم تكون عندنا نكون مشغلين مكواي بس درجة حرارتها عالية جدا جدا، وبنصير نكوي بالطريقة هاي، نكوي بس لازم تكون درجة حرارة المكواي عالية، لأنه إذا كانت درجة حرارة المكواي مش عالية ما بنستفيد أي شيء من كل الفكرة. طيب بعد ما كويناها لاحظوا انه الزيت اللي عندي سحبوا ورق الفاين وسحبوا الطحين. طيب شو بعد هاي الطريقه بدنا نسوي؟ بدنا نيجي نسحبها تمام، وبنيجي هون على لاحظوا هاي المنطقه اللي ما عليها زيت الطحين عادي، لكن اللي عليها زيت طلعوا كيف راح تصير تطلع معاي بطريقه زي الكتل، يعني شفط كل الزيت كل الزيوت لاحظوا بتنسحب معاي بكل بساطه، يعني عبارة عن قطع. طيب الطريقة الأخيرة والمهمة إنه إحنا بعد لازم ننظف هسا عنها الطحين، بس طبعا أنا ما بدي أخذها هسا وأشيل عنها الطحين وتقولوا لي أنت عملت مونتاج لا وكلامك مش مزبوط، بدي أحاول أشتغل على السريع وأثبت لكم إنه نظفت والزيت طبعا راح. طيب بدنا نيجي نرش مي، الأصل إن طبعا زي ما بحكي لكم إنه بناخذها على الغسالة أما على المغسلة وبنغسلها، بس لكن بدنا نشوف هل إنه فعلاً الزيت راح ولا لا. بدنا نحاول بقطعة هاي القماش ننظف نشوف إنه هل فعلاً ظل زيوت. زي ما أنتم شايفين ما ظل عندي ولا أي شيء من الزيوت، يعني نهينا شيء بطريقه بسيطه جدا. بتمنى اذا عجبكم هذا الفيديو تحطوا لايك، تعملوا حركه الاكسبلور. السلام عليكم جميعا.